تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يعتبر خدمة الناس أولوية استثنائية، ويؤكد متابعته المباشرة لكل ما ترصده وسائل الإعلام من احتياجات ومطالب. تطمينات بقوائم جديدة للتعويضات ومستحقات الفلاحين في صلاح الدين، والسودان يدير ظهره للانتخابات والتفرغ لبرنامجه الحكومي. ائتلاف إدارة الدولة يتفق على رواتب الإقليم وحصص الموازنة، ومخاوف من استنساخ سيناريو التصعيد الطائفي والعشائري في نينوى. شراكة أمريكية عراقية جديدة توازن بين الأمن والاقتصاد وتنافس الصين وروسيا، واستغاثة في النجف من سرطان أبراج الاتصالات. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.